ايه الجلابيه مش لاقي مع الشوكه والسكينه؟ لا خالص، ليه بتقول كده؟ انا متضايق، بتحاول تقرا افكاري صح؟ ابتديت اقلق منك. لا اطمن يعني، بس شفت عينيكي في الاول راحت على الشوكه اللي في ايدي وبعدين راحت على الجلابيه. هو انت ليه بتلبس جلابيه ومش بتلبس بدل؟ دي خلاقياتي اللي تعودت عليها طول عمري. ايوه بس انت دلوقتي بتشتغل في الشركه ولازم تلبس زي الناس اللي هناك صح؟ ايه قولك ان انا ما برتاحش يعني غير في الجلابيه؟ غريبه جدا، مع ان انا متخيله كده انك هيبقى شكلك لطيف في البدا يعني. انا بتهيألي يعني اللي بيلبس البدله ده ساعه ما يلبسها كده يعني بيحس بنفسه كده، يعني بتاخده في سكه تانيه بيبقى منفوخ. يعني انت برضه هتفضل لابس الجلابيه؟ طب قول لي، انت لما بتروح المدرسه مش بتلبس هدوم المدرسه؟ ايوه. لما بترجع من المدرسه لما تعاود مش تبقى نفسك تقلع هدوم المدرسه؟ ايوه. طب خلاص خلاص، انت كمان تلبس البدله لما تروح الشركه ولما ترجع تلبس تاني الجلابيه صح؟ غلبني. غلبك. يعني هحاول هحاول. والله خايف لا افرح تقلبيها غم، علمت قلبي خاف من الفرحة ما بفرح، وانا اللي فاكرني قال اني حافظها صم، اجي اسرق الضحكة اضحك ليه وكيف معرف. أنا لقيتك سارح قلت مش عايزة أزعجك. لا أبداً ولا إزعاج ولا حاجة. كنت سرحان في إيه؟ لو مش عايز تقولي عادي مفيش مشكلة. لا أبداً، يعني الواحد لما عقله يشرد يبقى عامل زي الراديو، حطت الراديو حاجات من امبارح حاجات من زمن بعيد، يعني توها. هي دي التوها اللي انا كنت حاسه بيها قبل ما قبلك، يعني قصدي انت عارف بقى مرض كريم وحاتم والشركه والمؤامرات كلها. بجد انا مش عارفه كنت ممكن اعمل ايه لو وجودك جنبي انا وكريم. عارف أنا النهاردة لما جيت أوضتك وما لقيتكش اترعبت. أيامه هتعدي، الحمد لله كريم اتردت له عافيته وحاتم والعيلة هيرجع عن جنونهم وشرهم وكل شيء يرجع زي الأول وأحسن. يا ريت، نفسي بقى نفسي أغمض عيني وأفتحها ألاقيهم كلهم اختفوا من حياتي، ينسوني بقى وأنساهم. هتنسي كل حاجة إلا أنت. انا مهما عملت مش هعرف ارد لك حاجه من اللي عملتها لي انا وكريم. جميلك هيفضل طوق في رقبتي لحد ما اموت. ليه تقولي كده؟ محدش ليه جميل عليك. ربنا سبحانه وتعالى اراد يحطني في طريقك عشان يخلصك من الشر المحاوطك. انا مش فاهمه الناس دي خالص، هم عايزين ايه؟ ايه اللي ناقصهم عشان يتمتعوا بالحاجات اللي بين ايديهم؟ ناقصهم ايه؟ ناقصهم الرضا. عارف يا خلف؟
كل ما بصلك كده احس ان جواك حب لكل الناس ملوش حدود، وفي نفس الوقت احس ان في جواك حزن ملوش حدود. مهما ضحكت بيفضل الحزن باصص من عينيك. عارف يا خلف انا نفسي في ايه؟ نفسي اشوف عينيك هي اللي بتضحك. ايه؟ تضحك امتى؟ قريب ان شاء الله قريب. جد؟ قول يا رب. يا رب يا رب اشوفك بتضحك. مالك يا صباح؟ مالي على الله؟ بس بشويش بشويش عشان عم جد ما يحسش بينا. ما قلنا ايوه. حصل ايه؟ ايه اللي جابك في عز الليل كده؟ انت هتفضل سدد الباب في وش البنيه؟ خش يا خايتي، خش يا بنتي، خش يا حبيبتي، خش نامي وسط اخواتك، خشي. ولا لا يا اختي ولا ايه؟ والنبي ده روحها فيهم، ده حتى مش عاوزه تسافر مصر بسببهم. كتر خيرك يا اختي. وعم جاد زعلك بكلمة؟ وياك تزعلي منه، هو كلامه مر بس قلبه طيب. لا أنا جاي قصدك في خدمة. أؤمر يا مرت أخوي من جنيه الألف. أنا مش عاوزة حاجة، أنا بس كنت عاوزك تدليني على مطرح خالف. ياك عايزة تروحي له منك الروح كده. وما تروحش ليه؟ أمال تسيبه يروح ويجي على كيفه ولا كان في مرض على ذمته؟ مش كفاية اللي يجيبها أحمد أخوي تسأل عليه؟ هملها تروح له وتجيبه على ملاوشه كمان، ولو عجبا عشت السرايات وما طايقش عيشتنا يسيبها تروح لحالها. يا فاية عليكي، هتتكلم ولا كأنها خيتك يا مرة. ده انت ما بتقعديش معاها دقيقة. ايه الحنية اللي جات لك مرة واحدة داي؟ خلاص يا مرت اخوي، يشق الفجر وانا هاجي معاك. تجي فين يا راجل انت؟ خلف، شيخ خلف. سجعت ليه؟ قاعد عشانهم ولا عشانك؟ قاعد عشان أحميه. البغل اللي اسمه حاتم واللي وراه مش هيهدى لهم بال إلا لما يوصلوا المطرح السلاح. طول ما انت قاعد هنا هياخدوا الغلبان وهم في رجليهم. انت عملت اللي قدرك عليه ربنا، والولد بجزيل وفريدة وأهله يصافوا مع بعضيهم، ياخدوا كتير ياخدوا قليل حسابهم عند ربنا. يلا قوم قوم. مالك؟ رجليك متبتة في الأرض ليه؟ مش قادر تفتح الباب وتطلع؟ قاعد عشانها، عشان فريدة. قلبك مال يا شيخ خلف؟ لسه عندك قلب يعشق ويميل. خرجت من كفنك ولا خرجت من جلدك؟ ايه اللي حصل لك؟ فت عتبة الاحباب ليه؟ زعلان مني؟ طب قول لي ذنبي ايه؟
انت اللي اخترت. اخترت ايه؟ انت اللي اخترت. قل لي يا شيخ فار. اخترت ايه؟ خلف رايح فين؟ معاود. معاود؟ معاود فين؟ مطرح ما كنت. ايه ده ماشي؟ هتسيبنا؟ قد كده سهل انك تستغني عن الناس اللي بتحبك؟ ده انا لسه بقول لك قد ايه كريم ما يقدرش يعيش من غيري ومن غيرك. ربنا وحده اللي يعلم حبكم في قلبك قد ايه. لا ما هو باين، ما انت عشان كده هتسيبنا وتمشي. عشان خايف عليكم. والخايف على نفسك. انت ما تعرفيش حاجه. عرفني. اقول لك ايه يا اقول لك ايه؟ قول اي حاجه. خلاص تعالى العب معايا. كريم سيب الشيخ خلف، ما تعطلوش عشان هو مسافر. انت مسافر بجد يا خلف؟ حبيبي كريم انت دلوك بقيت زين، لزوم ايه البعاد؟ خلاص هتعب تاني وهموت نفسي كمان لو مشيت. بعد الشر. ما تقوليش كده ثاني. اقعد يا شيخ خلف، انا محتاجه اتكلم معاك. قولي. انت عايز تسيبنا وتمشي هو. تمام براحتك يعني، بس انا ممكن اقدر افهم كريم، بس محتاجه انا افهم الاول ليه. مفيش فايده من قعادي يعني. قعادي لامم عليك الشر. كريم الحمد لله فاق خلاص يعني. خلاص؟ أيوة خلاص. خلاص كده؟ هو ده كل اللي بيننا وبينه؟ زي ما قلت لك أيوة. بتكذب ده خلف. أصل عينيك فتحاك. قول لي عايز تهرب مننا ليه؟ أقول لك إيه عاد؟ قول لي اللي جواك. تتجوزيني يا بنت الناس؟ ايه؟ تتجوزيني يا بنت الناس؟ عايز تكمل جميلك وتتجوزني؟ كتر خيرك. صعبت عليك ولا ايه؟ أنا عايزك أنت، عايزك تبقي مرتي وكريم يبقى ولدي. مش قبل ما أعرف كنت عايز تسيبني ليه؟ يعني موافقة؟ لو سمحتي هاني، في واحدة بتسأل على الشيخ خلف. واحدة؟ شيخ خلف.
صباح مرتي. مراتك؟ اهلا وسهلا، تفضلوا. لا، هاخد حاجتي ونروح لكندا. كندا؟ ازاي؟ معقولة يا شيخ خلف؟ انت جمايلك علينا كتير، وبعدين البيت كبير والقوات كتير. خد راحتكم عن اذنكم. اللي جابك؟ في حاجة؟ عم جاد بخير؟ كلنا بخير الحمد لله. اللي جابك وعرفت الطريق كيه؟ حسين هو اللي دلني. جيتي ليه؟ انطقي. جيت عشان افرحك. حامل؟ ايوه، وفي الرابع كمان، بس ما قدرتش اخبي عليك اكتر من كده. تخبي عليا ليه؟ يعني انا عارفه اللي فيك، مش عاوزه ازيد همومك. تزودي همومي ولا تزحيها؟ ربنا يريح قلبك زي ما ريحت قلبي. بس ادعي له ان ربنا يحفظه لك. عاوز اقول لك على حاجه تاني. حامل في توأم اياك؟ ده يبقى في فضل ربنا عليا. امال في ايه تاني عاد؟ في واحده جت سالت عليك عندنا، جابها احمد اخو مرات حسين. مين دي؟ واحده اسمها ياسمين، بتقول يعني ان عندها معارف ياما ومحامين كبار يقدروا يساعدوك. كتر خير. هتكلمها؟ انا جبت لك التليفون معايا. بعدين. بقول لك يا خلف، هي ياسمين دي اللي انت كنت متجوزها قبل كده؟ ايوه. وطلقتها ليه؟ مالكيش صالح. عشان ما بتخلفش؟ وبعدها لي قلت لك مالكيش صالح؟ وما تنوريش النور تاني، عايز انام. طب وفريدة؟ مالها؟ حاسه كده يعني زي ما يكون في حاجه بينك وبينها. حاجه ايه؟ كفاياكي حديد. تصبح على خير. ما اتجوزتك ليه؟ بتجرالك ايه؟ عقلك برم منك ولا ايه؟ يعني بتحبيني دلوقتي اكتر؟ لا اله الا الله. هتنامي ولا اقوم انام في مطرح تاني؟ هنام. تصبح على خير. وانت من اهله. Thank you.
اللي مصحيك لحد دلوقتي؟ ابدا عادي يعني.